هل صحيح أن السكين التي عليها دم يمكن أن تطهر بمسحها بقطنة دون غسلها بالماء؟ في مذهب الحنفية أن من وسائل تطهير النجاسة المسح الذي يزول به أثر النجاسة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، ويقاس عليها كل صقيل لا مسام له كالسكين والمرآة والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكذلك غيرها. وعندهم أيضا أن القطن إذا تنجس يطهر بندفه ولا حاجة إلى غسله، والله أعلم.